الأخوة. السلام عليكم. تمام؟ ما شاء الله. هذول شو اسمهم هذول؟ فيليان. فيليان حلوة. ليش ما تحطش برا على الشارع هيك؟ هلا حيوان مرحبا عاكر مرحبا مرحبا تعال تعال طمن راسك طمن راسك طمن راسك طمن راسك اسم هالي عبيدية قضاء بيت لحم تعتبر قضاء بيت لحم طبعا عند الأخ صديقنا المحترم محمد هذا حبشي صح؟ جل 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 هذا كان حبش بس بيجي ايش بيجي اللون بني بني جل 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 بر 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 ولك طلع صوت استنى شوي جل 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 بطل مشان الله طلع صوت ولك فضحتنا فضحنا وفضحتنا قدام الأجانب جل 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 بطل هذا يعني هيك بيجو يعني لون شعر عليها ريش انت بقى عندي زمان جوز راهب بس الانت عندي بس مش كيف بنتي جن عندك
فلاير بتجيب له فلاير لا بعرف والله انا عندي مرحبا كيف حالك؟ هذا شو بقولوا له هون؟ هذا سنجالي سنجالي؟ سنجالي عند العمه بنضال بالعبديه اخوان يكم يلا شباب نضال تعالي هان عندنا ما شاء الله بس اقعد انا مش انت ايش تعال بصور اليوم تمام صار طيب ايوه يلا حمزة والله يا اخوان نحنا في شغلات بنخزي فيها بنعرفش فيها بصراحة. يعني الجماعة لما حطونا راس الخروف في المنسف احنا ما بنعرف ابلاد. اول شيء معاي شابين انا اثنين انفضحنا قاعدين والجماعة بيقولولنا تفضلوا 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 واحنا بنستنى هم بيقولولنا تفضلوا واحنا بنستنى ربع ساعة واحنا بنقولوا تفضلوا طلعنا ايش بكلنا تفضلوا على اساس انه ناكل في دينا واحنا بنستنى شو قاعدين بنستنى في المعالق هاي اول شغله ثاني شغله راس الخروف بحطوه بالصدر زي تقولوا تقديرا واحتراما انه هذا ذبح علشانك بالعادات والتقاليد عندنا لكن احنا ما بنعرف هذا الشيء فلازم نفتح الراس ونقص لسان وناكل منه او نحطه على جنب وناكل احنا ما كناش نعرف هذا الاشي يعني لولا محمد قال لي هذا الاشي ولا احنا مش عارفين على كل حال تشرفنا اخوان ويعطيكم الف عافية وان شاء الله تعرفتوا على بلدة العبدية وطبعا اخوان راح احط لكم رابط التيك توك اللي بحب يتابعينا على التيك توك اهلا وسهلا في الوصف في التعليقات سلام